جماعة مصر التقينا بسيد حسن صافي أحد أعيان شاب أعيان إقليم صخيرات تمارة وشخصية عمومية دبارة الشأن المحلي وتدبير الشأن المحلي لعقود من الزمان ولأربع ولايات جماعية. نعم سي الحسن التمولع بالجمهورين وركوب الخيل. نعم كنشكركم بعد على هذه الزيارة اللي دائما انتم عندكم اهتمام كبير بهذا الموروث الثقافي بهذه المناسبة بمناسبة ديال الاحتفال مرس الخير بعيد العرش المجيد بالمناسبة ان شاء الله اللي جاية. يعني احنا فرحانين في هذا المهرجان هذا اللي فيه واحد العدد ديال الفعاليات. هذا المهرجان اللي فيه العدد ديال الفرسان والفرس يعني الحمد لله الامور تمشي على ما احسن ونتمنى ان شاء الله الامور تدوز بخير وعلى خير. شي رسالة سيد الرئيس؟ رسالة أتمنى الخيالة اللي كنحبهم وكنموت على الخيل يكونوا إن شاء الله في أحسن الظروف وصحة جيدة ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ونتمنى لهم هذا المهرجان يكون نجاح إن شاء الله برئاسة السيد قدوري محمد اللي هو من العائلة وكذلك المجموعة كاملة وكنسلم من هنا على بوهنين اللي في الحقيقة هذا كان عندي معها شويه ديال اللي هو صديق عزيز واخ كنسلم عليه بزاف ونتمنى نشوفه ان شاء الله في هذا المهرجان. الصرفه ديالو خدات المرتبه الاولى المرتبه الثانيه للصغار ان شاء الله وهذا فخر لهذه المدينه وفخر لهذا الاقليم الحمد لله وشكرا.